اليوم ان شاء الله غادي نشوف واحد الخدمه اللي كتسمى اتش 5 بي او الاتش تي ام ال 5 باكيج. يعني هي واحد الخدمه يعني اللي هي اونتيرمون اونلاين، يعني خصنا الانترنت باش نستعملوها. يعني هاد الهضره يعني نقولها لكم من دابا، يعني ضروري الانترنت باش نستعملوا هاد الاتش 5 بي. غير هو شنو اللي مزيان فيه؟ راه كيعطينا بزاف ديال المميزات، يعني باش نديروا الانشطه التفاعليه، جميع الانواع ديال التمارين نقدروا نقدوهم بالاتش 5 بي. دونك غادي في هذه الحصه ان شاء الله غادي نشوفوا خمسه ديال التمارين ديال في هذا الاتش 5 بي. هو كاين مجموع ديال التمارين في الاتش 5 بي، كاينه 46 تمرين، 46 نوع ديال التمرين ديال التمارين اللي كاين في الاتش 5 بي. حنا غادي نشوف واحد الخمسه لان الوقت ما غاديش يكفينا باش نهضروا على لي زيكزيرسيس كلهم. دونك غير لي برانسيب راه كيكونوا بحال، دونك خدينا حنا واحد الخمسه اللي لي برانسيب ديالهم راه ملي غتعرف تقاد واحد، راه ملي تمشي للتمرين الاخر راه غادي تعرف كيفاش تقدر، لان نفس البرانسيب تقريبا، نفس المبدا باش تتقدو. التمرين الاول اللي غادي نديرو هي هاد يعني هاد المداخله ديالي غادي يكون فيها الشرح ديال التمارين، يعني كيفاش نديرو التمارين. من بعد غادي نشوفو كيفاش غادي نصيفطو هاد التمارين هادو للدار، يعني باش يدخلوهم هما لمنصه تعليم تيس، لان كاينين كما كتعرفوا راه كاينين جوج ديال الروابط ديال الارسال ديال المحتويات. راه كاين الرابط ديال الاكاديميه الجهويه للتربيه والتكوين ديال درعات فيلال غادي نشوفوه من بعد، وكاين الرابط دابا ديال اللي دايره مديريه جيني ديال تعليم تيس اللي تقدر تصيفطوا ليهم التمارين اللي كتقادو. يعني التمارين راه تقدروا تقادوهم تبارطاجيهم بعدا مع الاسلام ديالكم، وفي نفس الوقت غتقدر تصيفطوهم للمديريه الجيني باش يعني يستافدوا منهم التلام ديال المغرب كلهم، يعني ماشي غير التلام ديالكم نتوما، يعني غير يستافدوا منهم التلام ديالكم والتلام ديال المغرب كلهم يستافدوا منهم نتوما. من بعد ان شاء الله غادي دونك غادي نمشيو نبداو في الشرح ديال التمارين، ومن بعد غنمشيو للاستمارات. دونك هاد التمارين هادو غادي نشوفو بعدا داك لو برودوي فينال، يعني داكشي اللي بغينا نقادو. سي بون سي بان دابا؟ مزيان؟ وي دابا مزيان. داكوغ، دونك كيما قلت اش 5 بي هو باللغه الانجليزيه. المهم الا بغينا كيما قلت لكم نترجمو اش 5 بي، يعني اوتوماتيكلي النافيغاتور كروم تيعطيك لا بوسيبيليتي انك تترجم، اللي كتكليك كليك بغلا تيقول لك تخدوي اون فرونسي، اللي عنده الويندوز بالفرونسي بالعربيه راه ملي هو غادي يعطيه تخدوي اون اغاب ويولي عنده كله بالعربيه. ولكن يعني ما تديوهاش في هذه القضيه هذه ديال الانجليزيه، لان التمارين والطريقه باش غادي تقاد التمارين هو راه كيعطيك مصطلحات سهله وبسيطه، يعني واخا ما كتعرفش يعني ما كتعرفش الانجليزيه راك غادي تقاد التمارين. يعني الانجليزيه راه ماشي عائق انك تشوف الموقع الانجليزي صافي راه ما غاديش تقاد. المهم هو ان تعطيك لا بوسيبيليتي انك تقاد التمارين بالعربيه، تقدر ديرهم بالعربيه وباي لغه عجبك. دونك الا بغينا نكريو لاكونت نجيو لهنا كرييت فري اكونت، كليكيو عليها كما قلت لكم هنا كاي موقع اخر. يوزر نيم يعني لو نوم ديتيليزاتور، البريد الالكتروني، مود باس جوج خطرات. نجيو مباشره لهنا الا بغيتي توصل بالمعلومات على الخدمات ديال اش 5 بي ديال الموقع راه دير سبسكرايب. وهنا كيعطيك واحد السؤال بسيط بسيط تتجاوب عليه، مثلا تيقول لك هنا وات از ذا اوبوزيت اوف بلاك، شنو هو الضد ديال الاسود بالانجليزيه؟ راه هو وايت. يعني صافي كتكريت اكونت، انا ديجا عندي لاكونت غادي نمشي ندخل مباشره لهنا لوغين. دونك غادي ندخل فوالا. دونك هذه هي الواجهه، الى تسجلتي راه كتبان لك هنا السميه ديالك، هنا كتبت الصوره ديالك الى بغيتي ثلاثه هي راه كتبت لها غير من هنا من ايديت، وكتدخل الصوره ديالك. هنا هما لي زيكزيرسيس اللي عندنا اللي غادي نشوفو، غادي نزوميهم شويه. عندنا خمسه ديال لي زيكزيرسيس كما قلت لكم، عندنا غادي نديرو الهوت سبوت نشرحهم هنا. هذا اكزيرسيس ديال الهوت سبوت، يعني واحد غادي نبقى تنكليكيو على المنطقه، واحد المنطقه اللي حنا بغيناها تكون صحيحه، يعني ليتيليزاتور ولا المستعمل او التلميذ غادي خصو يكليكي على الجواب الصحيح على واحد المنطقه. يعني كانت كتقدر تستعمل في الدروس ديال الجغرافيا مثلا في الخرائط، ولا انا هنا دراج اند دروب، يعني في السحب واللصق، السحب والافلات،
يعني مثلا ديك اللعبه فاش كتهز التصويره وكتديرها بلاصه اخرى، ولا كتهز نص كتديرو بلاصه اخرى. هنا في فيلين ذا بلانكس كنسمع شي صباع، شي واحد منكم عنده صباع سي حبيب؟ غالبا انا داكور. دونك فيلين ذا بلانكس، فيلين ذا صافي سي بون. سمح لي سي فيلم. وي راه لونسيت الريكورد. سمع لي عطيك سميتو الفيدباك على البارطاج ديكرو، انه راه تتبان لي بلونتي عندي. سي العمراني باقي عندك ليكرون مزيان؟ مزيان مزيان باقية. صافي سي بون، غير بلونطا ولا شي حاجة وردها لنا الصباح. المهم انا غنبقى تنهضر حتى تيوقع المشكل وقولها لي. داكور. دونك عندنا فيلين ذا بلانك هي املاء الفراغ. الانتراكتيف فيديو، غادي ندير واحد لا فيديو انتراكتيف، يعني داك الفيديو اللي كتقادو مثلا، اللي غادي تقادو غادي دير انتراكتيف. هي كيكون غادي الفيديو تيتفرج مثلا التلميذ في الفيديو، تيخرج ليه سؤال على داكشي اللي داز، خصو يجاوب، عاد غيدوز عاد يكمل الفيديو. يعني عندنا مجموعه من الاختيارات، واخيرا غنشوفوا واحد التمرين ديال الرياضيات. يعني كاين التمرين ديال الرياضيات، كاين ديال الابتدائي، يعني كاين يعني نيفو ديبيتون، كاين ديال الثانوي والاعدادي. شوفوا من بعد. دونك نرجعوا للنافيغاتور. دونك هادو هما، حنا درنا واحد، يعني درت هادوك لي زيكزيرفيس كلهم، غادي نديرو ليهم دابا واحد بواحد باش نشوفوهم كلهم. غنبداو بلا فيديو انتراكتيف، كليكيو عليها فيو. دونك التمرين ملي كنخدمو راه غادي نشوفو هادشي خلاص من بعد. دونك هذا واحد فيديو ديال لادفيرب. الى لاحظتوا هنا في هاد الفيديو راه كاين هاد جوج دائرات هادو، غادي نشوفو دابا شنو غادي يوقع الى وصل الدائرة. Je me demande toujours, c'est quoi un adverbe? Voilà. هذا خرج لنا سؤال دابا، هذا هو السؤال. كيستيون رقم واحد، كليكيو عليها. فوالا لو تيتر دو لا لوسون. اي شنو هو لو تيتر دو لا لوسون؟ واش لادفيرب ولا لو نون ولا لادجيكتيف؟ يعني التلميذ كيكون تيتفرج او او ميم طون كيتيفاليو، يعني كنديرو ليه ايفالياسيون وهو كيتفرج. دونك كيهضر على لادفيرب. اوكي تيقول لنا صحيح وتيعطينا باش نستمروا. لادفيرب سون دي مو انفاريابل. La plupart d'entre eux servent à préciser ou à modifier le sens d'un verbe, d'un adjectif, d'un autre adverbe ou de toute une proposition. Voilà, ce Altani, l'adverbe peut modifier un adjectif vrai ou faux. Yani, donc, tfarraj tlmid, Altani atina yani su'al akhar. يعني باش هو غادي يعني تيتفرج وتيفهم في نفس الوقت وتيفاليويا. دونك نديرو بغي، قلنا صحيح، برافو، اوكي. فوالا انا هاد الفيديو درت فيه غير جوج ديال الاسئله، انتم راه تقدروا ديروا يعني العدد ديال الاسئله اللي عجبكم. فوالا دونك نرجعوا نشوفوا فيلين ذا بلانك او املاء الفراغ. غادي ندخلوا لاملاء الفراغ. هذا اكزرسيس ديال لوكتوغراف دون لي زونتونيم دي مو سوليني. دونك فاطمه بورتي روب بروبر. دونك هنا غادي نديرو لو كونترير ديال بروبر. مثلا نديرو بان. دونك هذا هو الجواب الصحيح. هنا غادي غير نديرو اجوبه خاطئه. نديرو التافهه، نديرو حتى هي صال مثلا. تانا نديرو الصال، شوف واش غادي يعطينا. فوالا دونك عندنا واحد صحيح، ما باقي كلشي خطا، وسميتو عندنا واحد على خمسة. دونك عندنا فيبل في يعني في الملاحظة. هذا املاء الفراغ. نمشيو للهوت سبوت، هادي كليكتيكم ديال ديك المنطقة. هذا عندنا الحيوانات هنا، بعض الحيوانات. السؤال هو أوجد الحيوانات العاشبة، يعني التلميذ خصو يكليكي على الحيوان العاشب. عندنا هنا أربعة ديال الحيوانات العاشبة، عندنا الفيل، عندنا الحصان، البقرة والزرافة. دونك نكليكيو على الفيل. نعم، إذا عطانا الجواب الصحيح. بقيت زدنا هنا يعني كيتزادنا هنا يعني في هذا الخضر هذا، يعني الإجابة صحيحة. نكليكيو مثلا على التمساح، يعني هنا خطأ. خطأ، هذا ليس حيوانا عاشبا. إذا الفيدباك تلقاوه لتحت. نمشيو عاوتاني للكلب، تا هو
دونك خطأ، ليس حيوانا عجبا، البقرة، نعم، الحيوانات العجبة أحسن، دز، نعم، صحيح، نعم، زين، والحصان، رائع، نعم، عندنا إذا فينال هنا، الحيوانات العجبة، رائع، 4-4، يعني أربعة الأجوبة على أربعة ديال الأجوبة الصحيحة، يعني كل شيء صحيح عندنا، وتبقى لنا العلامة ديال راه هما اللي صح. هذا فيما يخص الهوت سبوت. ندوزو دابا الماتيماتيك، يعني الدرس ديال التمرين ديال الماتيماتيك كيكون على هذا الشكل، هذا كيكون سوا الضرب سوا الطرح سوا قسمه بالنسبه للابتدائي، يعطيك مثلا واحد العدد ديال اللي عجبك انت، 20 سؤال ولا 15 سؤال ولا، يعني غير بحال قلت لك داك دوك التمارين الذهنيه، داك الحساب الذهني مثلا ملي كليكتو على هنا تيقول لنا راه خطا، ها هو الجواب الصح تيبين لنا، وتيدوز للتمرين الثاني. يعني بالنسبه للمستوى الاعدادي والثانوي راه كاين بليز افونسي، يعني هذا الشيء راه ديال الابتدائي، غادي نشوفه من بعد ديال الثانوي. ندوزو لاخر تمرين هو لي جروب دو فيرب. هنا عندنا هذا الجدول، هذا هنا خصنا نديو هاد لي فيرب هادو، يعني راه الاغلبيه ديال هاد التمارين راه درتهم ديال الابتدائي، لان حنا راه كاين في الابتدائي، داكشي علاش ما درتش شي حاجه ديال الثانوي وفهمتو. دونك هنا خصنا نديو هاد لي فيرب هادو للبلاصه ديالهم، البلاصه المناسبه. مثلا غادي نشوف نديرو مثلا مونجي ونغلطو كاع، نديرو واحد الغلط مثلا، نديرو فينيغ واخا دوزيام جروب نديرو في برومي جروب، ابخوندغ واخا تخوازيام جروب نديرو في دوزيام جروب، غروندير دوزيام جروب نخليوه تما، هذا برومي جروب، اتوندغ نديرو بلاصتو تخوازيام جروب. دونك غادي نشوفو شنو عندنا تحقق. دونك عندنا أربعة ديال الأجوبة صحيحة وجوج خطأ، دونك عندنا جوج على ستة. علاش عندنا جوج على ستة؟ لأن لا كونفيغوراسيون ديال التمرين عندنا زائد واحد ناقص واحد، الجواب صحيح زائد واحد، الجواب خطأ ناقص واحد، دونك عندنا أربعة ديال الأجوبة صحيحة وجوج أجوبة خاطئة، إذا عندنا جوج نقصوا لنا جوج، يعني أربعة ناقص اثنين، دونك عطاونا جوج على ستة. إذا بغينا إعادة كيعاودوا عاوتاني كيرجعوا بلايف ستون وتدير، يعني تتعاود التمرين. هذا فيما يخص هاد التمارين اللي غادي نشوفوا. هادشي اللي شفتوا دابا غير خمسه ديال التمارين من 46 تمرين، يعني باش تشوف الكم الهائل ديال التمارين اللي كيمنح لنا هاد الخدمه ديال الاشتانك بي. دونك على بركه الله غادي نبداو التمارين ديالنا، نبداو نقادو دابا التمارين ونبداو ان شاء الله ديال الهوت سبوت، يعني ديال دوك الحيوانات، اختيار الحيوانات العشبه. دونك الا بغينا نديرو تمرين جديد كنجيو كونتنت، كنديرو كرييت نيو كونتنت، يعني نديرو واحد الكونتوني جديد، كتخرج لنا هاد لاباج هادي هنا، وهادو هما لي زيزيسيس كلهم اللي كاينين هنا، الانواع ديال التمارين. حنا بغينا الهوت سبوت، شو مباشرة الهوت سبوت، حنا عندنا جوج ديال الانواع، غير اما وحدة واحد المنطقة ولا مناطق كثيرة. غادي نكليكيو على ميونسيبل تايتل، نسميو عاوتاني الحيوانات العشبة، عشبة اثنان، ديجا عندي هذا تما. دونك هنا كنديرو السؤال، السؤال اللي بغيتي، يعني السؤال اللي بغيتو تعطيوه انتم للتلميذ. هنا الباك جراوند ايماج، شنو هي الباك جراوند ايماج؟ هي هذيك الصوره اللي غادي تكون في الخلفيه، لان دابا لو كونسيبت ديال التمرين هو ان واحد الصوره كاينه في الخلفيه وكنحطوا عليها دوك المناطق. انا الصوره راه هي كاينه عندي هنا، فوالا هي هذه الصوره، هذه صوره دابا، يعني هذه الصوره تقدروا تقدوها في الباوربوينت، تجمعوا تصوروا وغتربطوها صوره واحده، هي هذه اللي غنجبدوا لهنا. دونك هذه غنديروا لها اد باش نجبدوا الخلفيه، غنجبدوها من هنا، نتوما على حسب فين غادي تكون ورا. دونك الخلفيه حنا جبدناها، هنا غنجيو للهوت سبوت باش نحددوا دوك المناطق اللي بغينا. هنا السؤال، يعني داك الشيء اللي بغى يدير خاص تعاود تقول، يعني التلميذ يعني تشرح ليه مزيان شنو غادي يدير. هنا الهوت سبوت نايم، يعني ملي تيكون الفيدباك، يعني باش تقول ليه هو صحيح ولا خطا، خاصك تعطي السميه لهذاك الهوت سبوت، نسميوها مثلا الحيوانات العاشبه
هنا شحال من شحال من شحال من جواب صحيح، ولكن هنا نخليوها خاويه لان لو بروغرام اوتوماتيكمون راه غادي يحسب دوك اللي قلتي ليه راه صحيح هما اللي غيحسبهم صحيح، يعني ما كاين لا نعمروا غادي نخليوها خاويه. هنا دابا غير المناطق كيفاش غنديروا ديك المنطقه علاش غيكليكي علاش غيكليكي التمرين، يعني طريقه سهله كنجيو لهنا الا بغيتي المنطقه تكون مربع على شكل مربع ولا مستطيل هنا على شكل دائره هنا، حنا غادي نختاروا المربع. يعني شوف شنو تعطينا ملي كليكينا هنا تعطينا هنا، يعني هاد المنطقه اللي بغينا حنا بغيناها تكون صحيحه هي صحيحه غنديروا ليها كوريكت نكليكيو عليها هنا باش تعدل. دونك هنا الفيدباك الفيدباك يعني اش غادي تقول للتلميذ الا كليك على جواب صحيح، نقول له مثلا احسنت جواب صحيح، غادي نديروا لها كوبي كولي باش نبقى تنعاودوها. دونك ها هي هذه اللي شفتوها غنجيبوها هنا غندوروها على الفيد فوالا ها هي المنطقة الأولى، نجيبو المنطقة الثانية كوريكت كولي نمشيو نديوها للحيطان، نجيبو المنطقة الثالثة كوريكت نديوها البقرة، المنطقة الرابعة نديوها الزرافة فوالا. دونك دابا حنا سالينا المناطق الصحيحة، دابا غنديرو المناطق الخاطئة. الفرق هو المنطقة الخاطئة ما غاديش نديرو هنا ما غاديش نكليكيو هنا نخليوها خاوية وغادي نديرو الإجابة خاطئة. غنجيبوها لهنا نديروها في الشات كنسمع شي صداع في دونك هنا اوكي، يعني دابا كنديرو غير دوك المناطق الخاطئة غير هاد هادشي اللي كتشوفو دابا هاد الشفاف هذا راه ما كيبانش ملي كي ملي كتبان ما كيبانش هو فوالا. دونك حنا سالينا دابا هنا عندنا واحد الاختيار قال لك في الى الى ما الى كليك التلميذ على بلاصه خاويه مثلا جا كليك لينا هنا ما كليك على حتى بلاصه اشنو غتقول ليه؟ تقدر تقول ليه شي حاجه هنا اللي عجبك هنا الى 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 مثلا جا كليك على 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 الاسد وعاود مشى كليك على الاسد اش غتقول ليه هنا مثلا؟ تقدر تقول ليه راه يعني لقد قمت بالضغط على هذا الحيوان من قبل مثلا ولا اللي عجبكم. المهم هادو اختيارات ليكم نتوما، يعني ماشي ضروري الا بغيتو ديروها ديروها ما بغيتوش ما ديروها. دونك غنديرو نجيو لهنا ضروري نديرو السيف، يعني الا خرجنا بلا ما نديرو السيف ما غاديش يتسجل عندنا التمرين. نتسناو شويه غادي تسجل دابا فوالا. دونك هو تسجل الحيوانات العاشبه اثنان فوالا هو التمرين خرج عندي. دونك نكليكي على الفيل مثلا فوالا الحيوانات العاشبة أحسنت الجواب صحيح، كليكي على كلب الإجابة خاطئة، كليكي على الزرافة أحسنت الجواب صحيح. يعني بهذاك الفيدباك تقدروا تبيرسوناليزيو أنتم تزيدوا اللي يعجبكم، وتقدر مثلا تديروا كل حيوان تزيدوا عليه المعلومات مثلا أحسنت الزرافة راه حيوان عاشب وتزيد معلومات أخرين اللي يعجبكم، يعني دير واحد الباراجراف نيت ديال المعلومات. يعني أنتم أنا كنعطيكم غير المبدأ دابا، اما التمرين راه كل واحد والابداع ديالو كل واحد الطريقه باش غادي يدير التمرين. دونك هذا فيما يخص الهوت سبوت. نمشيو دابا غادي نمشيو نديرو دراج اند دروب، يعني الافلات السحب والافلات بالعربيه. يعني هاد التمارين هادو راه هما الانجليزيه بار ديفو يعني حنا تنترجموهم وصافي. دونك سميتو دراج اند دروب. كنجيو لهنا نجي مباشره لهنا كنرجع للكونتنت رجع الكونتنت. دونك ندير عاوتاني كرييت نيو كونتنت داك الحيوانات العاشبه جوج اللي درنا ها هو رجع هنا. دونك ها هو هذاك الاول اللي وريتكم هو هذا، الثاني اللي درنا دابا هو. دونك دائما غنديروا الثاني.
عندنا دابا غادي نديرو لي غروب دو فيرب هو اللي فيه دراغ اند دروب دونك كرييت نيو نو فوالا نديرو نكتبو هنا دراغ اند دروب يعني تقدروا انتم تقدروا مباشره تقلب غير من هنا انا كنجي تندير السميه مباشره هنا باش باش تعطيني ديريكتومون زعما داكشي اللي بغيت فوالا السميه نديرو لي غروب دو فيرب جوج عاوتاني نفس المبدا غادي نجبدو الباك جراوند ايماج انا الصوره ديال الخلفيه اللي شفتو داك التمرين اللي فيه الجدول ديال لي فيرب راه هو عندي هنا حتى هو يعني تقدروا حتى هو تقدوه في الباور بوينت هو هذا داك الجدول يعني نمشيو نجيبوه هاد فوالا عندي دابا الجدول هنا ديال الخلفيه ديال التمرين هذا هادو ما تبدلوهمش خليهم كيما هما يعني راه بار ديفو هو هذا السايز ديالو نجيو للتاسك فوالا تاسك هنا المبدا ديال المنطقه عاوتاني ديك لا زون هنا كاينه لا زون اد دروب زون يعني غادي اجوتي واحد لا زون ديال ديال فين غادي نحطو فين غادي نحطو لي زيليمون فين غنحطو الافعال وهنا غادي نزيدو لو تيكست انا في هذا التمرين هذا راه درت لو تيكست هو اللي كنجرب ولكن نتوما تقدروا ديروا يعني الصور تقدروا تجروا الصور غادي تجبدوهم من هنا يعني راه بحال نفس المبدا غير انا درت لو تيكست نتوما تقدروا ديروا الصور يعني تجيب دير شي تمرين فيه يجيب تمرين الصور يحطهم هنا ويحطهم هنا ويحطهم هنا دونك غادي نزيد غادي ناد دروب زون غادي نكليكي عليها غادي نسمي هذيك دروب زون غنسميه مثلا برومي جروب نسميو غير برومي هذاك راه برومي جروب نتوما عرفتو واش برومي جروب باك جراوند اوباسيتي يعني الاوباسيتي الشفافيه نديرو ليها 50% 50% ولا 40 او لا المهم غير هبط على 50 لتحت الشفافيه باش غير هو داك يعني داك العنصر الشفاف حيت الا خليناه 100% هو اصلا راه بيض يعني ما يمكنش غادي تبان ما غاديش يبان لينا الجدول يعني خصنا نديرو 50% باش يبان لينا باش نبقى تنشوفو اترافير وتقدر تزيد حتى 10 الا بغيتي يعني ما غاديش يبان كاع 10 ولا 0 ما كاين مشكل هنا دونك نديرو دروب هنا تيقول لنا هاد المنطقه اللي بغيتي دير واش غير واحد الجواب اللي غادي يكون فيها واش غير واحد اللي زي واحد لي ليمون ما غنخليوها خاويه حنا ماشي واحد لي ليمون نقدروا نديروا فيها اي حاجه انابل ايت اوتو الاين هذه مزيانه باش نكليكيو عليها لان باش هو البروغرام غيبقى تينظم لينا دوك لي زيليمون تما مثلا الا حطيت وحده غير الا حطيت الاخرى ما غاديش تحط ليا فوقها هو غير تبع غير تحتها ولا الجانب دايرها فوالا دونك واحد سي بون دان ها هي المنطقه اللي قلت لكم دونك هذه المنطقه سميناها برومي يعني برومي جروب نكبروها يعني تكون بحال تكون قد الجدول كتبوها شويه دونك سي بون هذه اش غادي نديرو غنديرو كوبي كولي غنديرو كوبي غنديرو كولي نحطو هنا اخرى نديرو كولي نحطو هنا ولكن هنا عندنا واحد الحاجه خصنا نديروها خصنا نبدلو السميه لهادو لان راه كلهم برومي نكليكيو عليها نجيو لهذا الستيل هذا سي لمراني وي وي شي واحد الاخوان تيحرك شي حاجه عندي كاين صداع كيكون صداع خويا تيوصلنا حنا الصوت واضح ما عندي والو لا لا ماشي الاخوان اللي كيتصنتوا لي زادمين لي زادمين شي واحد تيحرك شي حاجه في داكور دونك غادي نكليكي على هذا الا بغينا دونك كما قلت راه درت كوبي كولي انا درت كوبي دابا كولي ولكن راه كلهم بنفس نفس نفس السميه دونك كنكليكي عليه كنجي لهذا القلم هنا بلاصه بروميي غادي ندير دوزيام وهنا بلاصه بروميي غادي ندير ثوازيام دونك زعما بروميي جروب دوزيام جروب ثوازيام جروب دونك كليك عليها طلعها شويه باش تكون منيشه هنا مزيان دونك كريت انا دابا ثلاثه ديال المناطق اللي بغيت يمشيو ليهم لي زيليمون كلي برومي جروب دوزيام جروب ثوازيام جروب دابا غنكري لي فيرب اللي غادي يمشيو غادي نديرو برومي جروب مثلا غنديرو مونجي اوكي نقاد مزيان حيت هو غنديرو ليه كوبي كولي
دونك هذا غنديروا ليه سيليكت اول. شنو زعما سيليكت اول؟ يعني هاد الافعال انا اللي غادي ندير راه عندهم الحق انني نهزهم نحطهم في كومي جروب ونحطهم في دوزيام جروب الا بغيت ونحطهم في ثوازيام جروب. لان الا درت ليه مثلا مونجي خليته غير في برومي جروب يعني بحال الا بغيتي تقول للتلميذ التلميذ غيبقى تيهز زيد ديال دوزيام جروب غيدير خطا وهو غيقول ليه لا راه ماشي هنا فاش كاينه حتى تيديها للبلاصه وغادي يخليه يسحب يعني بحال ما كندير والو. الو خصنا نخليهم ثلاثه باش الا دا حنا بغينا التلميذ يغلط يعني بغينا يدي مونجي لو ثوازيام جروب باش نشرحوا ليه علاش راه عنده خطا باش نشرحوا ليه. دونك داكشي علاش خصنا نخليهم كلهم مكوشيين. دونك دابا العمليه سهله غنديروا كوبي كولي واحد جوج ثلاثه اربعه خمسه هي سته ديال الافعال نجيبوهم كلهم لهنا. المهم نتوما الترتيب ديالهم ديروا لهم اللي عجبكم. دونك مونجي وغادي نبدا تنبدلو هذا غنديرو ليه واحد جروب اخر برومي جروب اخر. دونك مثلا دونسي هنا نديرو ليه دوزيام جروب فينيغ دوزيام جروب نديرو غراندير هنا نديرو ثوازيام جروب فروندر هنا نديرو عاوتاني أفروندر. اوكي دونك حنا دابا درنا ستة ديال الأفعال مزيان. شغنديرو دابا؟ حنا دابا قلنا لهاد الأفعال هادو راه عندكم الحق أن التلميذ غيهزكم يحطكم هنا ولا يحطكم هنا ولا يحطكم هنا دونك فين ما عجبو. دابا غادي نمشيو لهادي هاد المنطقة هادي غنبروغراميوها باش إن فعل اللي غادي تقبل إن فعل هو الصحيح. دونك برومي جروب فوالا غنسيليكسيونيو هنا. اش غنسيليكسيونيو هنا؟ هاد المنطقة غادي تقبل غير مونجي ودونسي هما الأجوبة الصحيحة. أوكي نجيو للثانية غادي نديرو إن هو اللي غادي نقبلوه هنا في دوزيام جروب فينيغ و غراندير. دان ثالثة غادي تقبل لينا أبخوندر و بخوندر. دان فوالا نمشيو نجربو نشوف واشنو درنا. فوالا دونك نجربو بخومييي جروب مونجي نديرو حنا كل الجواب كله صحيح تشوف واش غيعطينا. فوالا كلشي صحيح دونك 6 على 6 نعاودوه ونديرو شوفو نديرو شي غلط نديرو خطأ مثلا نديرو هادو في سيزيام جروب مونجي نخليوهم هما هادوك فيني نديرو بلاصتو هو بغوندير وأبخوند نغلطو فيه. عندنا أربعة ديال ثلاثة ديال الأجوبة خاطئة وثلاثة ديال الأجوبة صحيحة ولكن في النقطة عندنا صفر. كما قلت لكم هاد ليكزيرسيس بالضبط لا كونفيغوراسيون ديالو هي ناقص واحد زائد واحد. دونك عندنا ثلاثة ديال النقط صحيحة وثلاثة ديال النقط خاطئة إذا ما عندنا والو. فوالا دونك نمشيو لواحد البلاصة هنا في التمرين غادي تبقى تلقاوها في الأغلبية ديال التمارين ماشي في كلشي التمارين غير في الأغلبية. هنا إلا بغيتي دير دوك البوطونات اللي كيبانو تما إلا بغيتي تحيدهم ولا تخليهم بحال مثلا روتراي هذيك ديال إعادة ديال التمرين بغيتيها تبان ليه غتخليها مقشية بغيتيها ما تبانش ليه حيدها. دونك هادو غير كيتعلقوا بدوك لي بوطون اللي كيبانو ليكم تما. هنا كاين واحد الفينانسي هنا هي هذه ديال ديك ناقص الا كان الجواب خطا الا بغيتي يعني الريغلاج ديال ليكزيرسيس ما يكونش ديك ناقص واحد داكشي حيد هذه ما باقيش تخليها. ولكن انا كنظن راه مزيانه يعني لا كونفيغوراسيون ديال التمرين راه مزيانه. هنا في تحت تيكست اوف رايت اند ترانسليشنز هنا كتعلق بالترجمه ديال دوك البوطونات مثلا تشيك نقدروا نديروا فيها تحقق روتراي اعاده يعني ديرها بالعربيه كوري صافي ماشي مشكل. دونك هادشي اللي نقدروا نبدلو يعني نتوما الا بغيتو تبدلو حوايج اخرين ما كاين مشكل غير المهم هادو هما اللي كيبانو بزاف.
دونك نديرو سيف باش نشوفو واش تبدلات ولا ما تبدلاتش. فوالا ها هي دونك عندنا هنا تحقق. دونك هذا فيما يخص التمرين ديال دراج اند دروب. نمشيو دابا فيلين ذا بلانك يعني او املاء الفراغ. نرجعو للكونتوني ديالنا دونك كونتنت. فوالا هما جوج تمارين ديالنا. اي تمرين درناه راه تنجيو تلقاو هنا كرييت نيو. نديرو تمرين اخر. التمرين الاخر سميتو فيلين ذا بلانك. دونك راه كاينين فيه كاين جوج ديال الانواع. كاين فيلين ذا بلانك وكاين الادفانس. دونك غنديرو هاد فيلين ذا بلانك. لو تيتر ديال التمرين هما لي زونتونيم. نجيو مثلا هنا لي زونتونيم كليكيو هنا. فوالا هنا اش بغيتي تقول سميتو التلميذ يعني لا كيستيون اللي غتعطيه ولا المطلوب. دون لي زونتونيم دي مون اون كولور. فوالا دونك هاد البلاصه فاش غادي نكتبو دوك الجمل. هنا عندنا غير بلاصه وحده نتوما غادي نزيدو. حنا عندنا شحال من جمله عندنا يعني بحال هكا تقدروا ديروا هاد التمرين هذا في الوورد عاد بقا تديروا كوبي كولي. المهم كل واحد وطريقه باش بغى يخدم. حنا عندنا تما خمسة واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة. دونك غنجيو لهنا الأول الثاني غير أب تكست وغيتزاد ثلاثة أربعة خمسة. فوالا وغنجيو نبقى تنديرو كوبي كولي الجملة كلها. إلا لاحظتوا هنا عندنا الجملة هادي اللي مكتوبة بالحمر هو اللي غادي يعطينا الضد ديالها. داكوغ دونك علاش درنا حنا هادي؟ إلا شفتو مزيان درنا غادي نكبرها شوية. دونك هنا درنا بين نجمه صال سلاش صال عاوتاني ماجيسكول. يعني هنا تقدروا ديروا مثلا بروبر يقدر التلميذ يجيب لنا واحد 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 المرادف ديال الضد ديال هادي. مثلا صال هي الضد ديال بروبر يجيب لنا هو شي مصطلح بحاله. يعني خصو يكون الجواب صحيح. يعني غتعطيه هنا كاع الامكانيات اللي يقدر يكون الجواب كتعطيهم ليه هنا مع سلاش. كدير كديرهم بين نجمه وكتفرق كلمه وكلمه سلاش. دونك وكديها حتى ماجيسكول. يعني يقدر التلميذ يكتب ماجيسكول وهي صحيحه. يعني خاصك ديرها لي غير بهذه الطريقه هذه. داكوغ سي بون. دونك نرجعو باش نديرو كوبي كولي. نديرو كوبي لهادي نديوها نديروها هنا كولي. فوالا المهم انا غادي ندير غير ثلاثه. لا بغينا نحيدو الخاويين. اوكي دونك غندير غير ثلاثه. اوكي هنا غتلقاو بزاف ديال التمارين اوفر اول فيدباك. هذا واحد الرانج. مثلا عندنا النقاط فيهم من 0 حتى 100. تقدروا ديروا نتوما ثلاثه ديال لي رانج. مثلا تقول لي مثلا من 0 مثلا حتى ل 50 او حتى ل 49 باش يبدا تيبقى دائما يبدا هو من سميتو من 50. يعني 49 مثلا باش يبدا من هنا من 50. من 0 حتى 49 تقدر تقول لي مثلا راه فيبل. يعني ديك هنا من 50 مثلا حتى 79 تقول لي بيان. ومن 80 حتى 100 تقول لي اكسيلون مثلا. داكوغ طيب هذا علاش كينفع هذا سكور رينج. هذا ما بغيتوش ديرو راه تقدروا تحيدوا راه ما كاين مشكل. وكما قلت لكم قبيله هنا كيتعلق بدوك البطونات الا بغيتي تخليهم او تردهم. وهنا عاوتاني دوك البطونات الا بغيتي تترجمهم بالعربيه تشيك رتراي ولا بالفرنسي ولا باللي يعجبكم. فوالا دونك نديرو سيف. غادي نلاحظوا واحد المشكل كاين هنا في هذا البازيك هذا. فوالا دونك هنا عطيناه
دون لي زونتونيم دي مو اون كولور، ولكن هاد الكلمات هادو ما تداروش بالاحمر. دونك شنو هو الحل؟ هو في هاد الاشتانك تي كاينين جوج الانواع ديال الفيليد بلان، كاين الادفانس كاين هاد العادي. هذا العادي ما كيعطيش لي كولور، والادفانس راه تعطي الكولور وتعطي كل شيء. هنا شنو غادي نديرو؟ اوليو باش ما نديرو ديمو اون كولور، غادي نديرو ديمو سوليني. وغادي نسطرو عليها هون، غادي نضغطهم اون غا. نسطرنا عليها كروند، سطرنا عليها كلير، سطرنا عليها. دونك شوفوا فوالا. دونك هادو راه سطر عليهم. دونك ليكزيرسيس راه عندنا دابا دون لي مو لي زونتونيم دي مو سوليني. دونك عندنا بروبر، نديرو مثلا صال Ahmed a une grande maison, de la petite. Non, clair, le réponse est sombre. Mais on va dire que le réponse est faux. On va dire que le réponse est petite. Voilà, on a le réponse est faux. On a le réponse est faux. Et on a bien. Bien, on a juge à l'équivalent de la 80% à يعني ذاك الريغلاج اللي عطيناه. هادو هما البوطونات اللي كنتم تقدروا تبدلوا ليهم يعني الاسماء شو سولوشنز، يعني اظهر الحل، نظهروا الحل. وهنا روتراي يعني اعاده التمرين، معنى اظهر الحل ولا هما الاجوبه. يعني يقدر التلميذ من بعد يشوف الاجوبه ويقارنهم مع الاجوبه ديالو. هذا فيما يخص لي زونتونيم. غادي ندوزو دابا لا فيديو انتراكتيف، يعني الفيديو تفاعلي. كونتنت، دونك تمرين لاخر، كرييت نيو كونتنت. دونك الفيديو التفاعلي كما شفنا غادي نديرو هنا انتراكتيف. فوالا تعطيها لينا هنا انتراكتيف فيديو، كليكيو هنا. استناو شويه. فوالا دونك هنا تنعطيو العنوان ديال النص، لا فيديو مثلا اللي عجبكم. هنا غنديرو لا فيديو علاش خدم سي عبد الحفيظ البارح، سي او دي سي او اي. هنا الى شفتو راه الى بغينا نجيبو الفيديو من البيسي ديالنا او من الحاسوب ديالنا خاصو ما يفوتش 16 ميجا. يعني من الاحسن ان تجيبوا الفيديو مباشره من اليوتيوب، يعني تجيبوا غير العنوان ديال اليوتيوب. غنجيو لهنا، كنجيو هنا باش نزيدوا الفيديو، كنجيو لهنا كيعطينا هاد لا بوسيبيليتي، غير اما نجيبوه من البيسي اما نجيبوه من اليوتيوب مباشره. انا غادي نجيبوه من اليوتيوب، غادي نحط لو ليان هنا. فوالا هذا هو لو ليان، كليكيو اوكي انسيرت. فوالا الفيديو راه جابوا ليا دابا. ملي غنجي ندير اد انتراكشنز راه غادي يبينوا ليا. فوالا هذا هو الفيديو اللي درنا البارح. دونك جبناه من هنا، درنا اد، جبناه من اليوتيوب، حطينا لادريس هنا. ملي جينا اد انتراكشنز وبان لنا الفيديو. هادشي باش يعني من الاحسن انك تجيب مباشره من اليوتيوب، يعني سهل سهل باش تجيب الفيديو دغيا غير بلو ليان. هنا الانواع ديال الاسئله هما هادو، يعني بزاف ديال الاسئله. الاسئله وحديات الاختيار، متعدده الاختيار اللي عندكم تقدروا تزيدوا هنا. تقدروا تزيدوا النص يكون هنا، واحد النص غير كتبها تخرجوها هنا، ديروا فيه تصويره، ديروا ليان، ديروا اي حاجه ديروها هنا. ولكن اللي كيهمنا حنا هنا هو هنا هو الاسئله، يعني لان اللي كيهمنا هو التلميذ غادي يتفرج وغادي نحطوا ليه يعني الاجوبه. اذا نحطوا ليه الاسئله هو غادي يجاوب لينا. دونك هنا غنديروا مثلا فغي وفو. نبداو على التمرين. لو كومبليمون دوبجي ديريكت. هنا البلاصه فين ما عجبك تقدر تحط سميتو، ما كاينش مشكل. تقدر غير تعقل على يعني الدقيقه فاش بغيتي تحط سؤال. ديريكت. Regardez bien ces deux phrases. فوالا نقدروا نحطوا مثلا واحد السؤال هنا، نقولوا يعني انا دابا واقف هنا
نشوفوا صحيح وخطأ. هنا ملي كنكليكيو على راه تيخرج لينا تيخرج لينا هانتوما باش نعاودو بشويه. هنا هو الفيديو وهادو هما الاسئله. الاسئله كنجيو لهنا غير كنكليكيو على السؤال اللي بغينا، هذا سينجل تشويس يعني واحد الاختيار، كيخرج لينا هاد لاباج هادي، كتخرج لينا هاد لاباج باش نكونفيكوريو. هنا تيقول لينا امتى بغيتيه يبان، يعني اش من ثانيه. هنا عندنا الثانيه 12 وغادي يستمر حتى للثانيه 22. حنا غادي نقولوا لي حنا بغينا غير في الثانيه 12 ويمشي صافي، في الثانيه 12 يمشي صافي، ما غاديش يبقى يعني غير نجاوبوا عليه ويمشي. وي دونك نديرو 12 سيونسون. اوكي دونك هنا بوز فيديو، يعني واش غادي تحبس الفيديو ملي غادي يتحط التمرين ولا ما غاديش يتحبس. هنا واش غادي يكون على شكل بوطون، يعني نكليكو على البوطون عادي يبان لينا السؤال، او لا غادي يبان لينا السؤال مباشره كي شفتو قبيله في الفيديو الاول. يعني قبيله راه شفتو في واحد الفيديو خرج الاول اللي خرج لنا على شكل زير بوطون، والثاني خرج لنا مباشره ديك بغيو فوق. دونك هنا نخليو مثلا بوطون هنا سميتو العنوان ديال هاد البوطون هذا، كتبان واحد السميه مثلا نديرو هنا باش تشوفوا الفرق فين كاين. هنا العنوان ديال التمرين نقدروا نديروا مثلا كيستيون واحد ليست اوف كويستيون. دونك هنا هادو هما، هنا كنديروا السؤال يعني لا كيستيون، هنا غادي نديروا غير يعني لا كيستيون، هي غادي تكون هنا، هنا غادي ديروا لا ريبونس الاولى، هنا ريبونس الثانيه، فوالا هادي كيستيون اخرى. دونك غادي نحيدوها، غنديرو غير تمرين، غنديرو غير سؤال واحد. دونك فوالا كيستيون واحد كيستيون جوج. الى كاع ملي كيخرجوا لكم بحال هاد الانواع ديال التمارين راه دائما الاول، يعني الاختيار اللي كدير في الاول راه هو اللي كيكون صحيح، راه كاتبينها لكم هنا first alternative is the correct one، يعني الاولانيه راه هي اللي صحيح، يعني نتوما ديك اللي صحيحه ديروها في الاول. دونك اوكي هذا الرينج اللي شرحنا قبيله ديال الى بغيتي تعطي النقاط ما بين 0 حتى 50، ما بين 70 80 80 100، هادو البطونات عاوتاني، يعني الى بغيتي تحيد الصوت تزيد الصوت هادشي بحال هادشي راه تقدروا، يعني ملي تكون تتقاد التمرين تقدر غير تبقى تجرب يعني كلشي وشوف اشنو عطاك اشنو عطاك، ما عجبكش داكشي اللي درتي ديكوشي عاوتاني، ويعني وما تخاف والو راه التمرين راه ما غاديش يمشي ليك مادام راه درتي السيف راه وقتك، يعني ديكوشي راه ما كاين مشكل. بيهيفير سيتينغ قلنا هذا ادابتابيليتي. هنا قال لك الى عندنا جواب صحيح يمشي لشي ثانيه محدده، يعني يمشي يعني يدوز الزربه ويمشي لواحد دقيقه ولا واحد ثانيه ولكن غالبا ما كندير والو، يعني حنا الهدف ديالنا غير يجاوب ويكمل الفيديو. يعني هنا قال لك خلي يعني يقدر التلميذ يدوز بلا ما يجاوب، اذا درتي ليه هكا يعني يقدر يجاوب واخا ما جاوبش، يدير ديك اللعبه ديال تجاوز السؤال، اذا ما بغيتيش يتجاوز خاصك تخليها ما تكليكيش على هنا، خليها خاويه الميساج اللي غادي تعطيه وداك البوطونات ديال السيك هذا ديال يمشي لشي بلاصه دير ليه السميه ديالو هنا. هنا ريكوير فور سكور، الا بغيتي ما يدوزش الفيديو حتى يجيب النقطه كامله في داك السؤال، الا كليكيتي عليه الا كليكيتي على هذه، يعني مثلا حطيتي ليه واحد الاختيارات جوج ديال في واحد السؤال متعدد الاجوبه فيه مثلا جوج ديال الاجوبه ولا ثلاثه صحاح، إذا كليك على واحد غير صحيح وجابو خطأ ما غاديش يمكن ليه يكمل الفيديو، خصو يحبس تما تيجاوب، خصو يجاوب الأجوبة كلهم ثلاثة. أوكي دان غادي نديرو سي بون فوالا. إلا شفتو راه بدات عندي واحد الدائرة هنا، يعني راه عندي واحد السؤال هنا، نمشيو نشوفو سيف، ضروري دائما سيف نديروها، نتسناو شوية. فوالا دونك الجواب الفيديو جا عندنا هنا، نضرب نكليكيو نشوفو شنو درنا.
le complément d'objet direct et indirect. Regardez bien ces deux phrases. Je mange. Voilà. Donc, هنا خرج لينا واحد السؤال. خصنا نكليكيو عليه. Voilà, ها هو السؤال. Question. غادي ديروا السؤال ديالكم هنا. Réponse 1 ou réponse juge. Donc, هنا كنا اختارينا نديروا جوج ديال الاجوبه. واحد صحيحه وواحد خطا. كنا بان الاول دائما اللي كتكون في الاول هي اللي صحيحه. دونك هنا ريبونس واحد راه هي اللي صحيحه. كليكيو عليها. كليكيو بعد على الخطا. خطا. دونك قال لنا خطا وهو الجواب الصحيح هو هذا. صافي. دونك هنا اعاده السؤال او لا نكونتينيو يعني نكملو. يوسف بونس ا سون اني. نشوفو نزيدو شي سؤال اخر. نزيدو سؤال على شكل بحال الشكل اللي شفنا قبيله ديال فغي وفو. نمشيو عاوتاني لهلا. اد انتراكشن. نمشيو لشي بلاصه اخرى هنا مثلا. لو كومبليمون بوني. دونك هنا عندنا لو كومبليمون دوبجي ديريكت ريبون على لا كيستيون كي. شوفوا هنا نقدروا نجيو لهنا ونديروا واحد السؤال ديال فغي او فو. هي هادي ترو او فوس. هي فغي او فو. دونك لو كومبليمون اوبجي ديريكت ريبون على لا كيستيون كي. مثلا لو كومبليمون دوبجي ديريكت ريبون على لا كيستيون كي. واش صحيح ولا خطا. هنا ريبوندي مثلا ريبوندي بار فري او فو. Répondez par vrai ou faux. La question, Anna répond Simia à toi. Donc la question y a dit. Anna répond Anna ism diel les radis compte suel. Ism les radis compte suel. Par exemple, question 2 ou la question 3 ou la question 13. دونك واش لو كومبليمون دوبجي ديريكت الا كان صحيح غنديرو ترو، الا كان خطا غادي نديرو فولس. نديرو مثلا نخليوها ترو نديرو دان. فوالا فوالا شفتو ها هو السؤال عاوتاني تزاد عندي. فوالا هاد الدائره دائما الدائره كتبين على الانتراكتيفيتي. فوالا نكملو. فوالا دونك هنا خرج لنا بوتونا خصنا نبدلوه. لقينا حنا بوستير هنا خرج لنا بوستير. دونك نجيو نبدلوه ملي نبغيو نبدلو يعني نموديفيو السؤال نجيو مباشرة لهنا نكليكيو عليه ونديرو هاد ستيلو هذا يعني بلاصة بوتون غادي نديرو بوستير يعني باش يخرج لنا السؤال مكتوب كله. فوالا اوكي سي بون. دونك نديرو السيف. دونك ملي كتخرج لنا هذه كنجيو نموديفيوها يعني باش تبان كلها. فوالا هاد التشيك كيما شفنا قبيله راه تقدروا تبدلوها ديروا فيها تحقق اذا كان الا كنتو خدامين بالعربيه. فوالا دونك هاد التمرين غادي يخرج بحال هكا. السؤال غيخرج بحال هكا. دونك نديرو بلاي.
ديرو السيف بعدا ضروري دائما سيف، ما تنساوهاش، لان ما درتيش السيف راه ما غاديش حاجه ما غاديش تسجل. دونك نجيو لهنا فوالا. دونك هاد السؤال خرج، اول فيديو راه اون بوز دابا حتى يجاوب لينا التلميذ عاد غادي تكمل، عاد غادي يكمل. دونك مثلا لو كومبليمون دوبجي ديريكت ريبون على لا كيستيون كي، ديرو تشيك دونك فولس خطا اجوبه، الجواب هو صحيح ترو، عاد غادي يكمل. يعني ملي غادي يجاوب عاد غادي يكمل فوالا. دونك هادشي اللي كاين. المهم انا وريتكم دابا جوج ديال الاسئله، جوج ديال الاسئله دخلهم في الفيديو. نتوما راه عندكم بزاف ديال الاسئله هنا، تقدر كما قلت لكم تزيدوا نوت، تزيدوا ليان، تزيدوا طابلو، تزيدوا ايماج، تزيدوا اسئله اخرين، اي حاجه تبغي تزيدوها راه تقدر تزيدوها هنا. يعني تقدر تزيد كاع بوطونات كليكي عليها وتديك الموقع اخر، ولا هنا كاين سامري تاسك الا بغيتي دير واحد، يعني واحد بحال قلت ايفالياسيون في الاخر ديال لا فيديو، يعني نفس لو برانسيب، لو ميم برانسيب، غتعطي الاسئله والاجوبه ديالهم والرانج، تحدد لهم يعني النقاط النقاط اللي بغيت تعطيهم لكل نقطة، يعني كل الرينج ديال النقاط. دونك هذا فيما يخص لا فيديو انتيراكتيف. بقات لينا فيديو ديال الرياضي، بقى لينا ليكزيرسيس ديال الرياضيات. دونك ليكزيرسيس ديال الرياضيات سهل، فيهش بزاف. نرجعو للكونتنت، نديرو كرييت نيو، سميتو اريثميتيك. سي بون، دونك اريثميتيك كويز كليكيو عليه ديال الرياضيات فوالا. هنا العنوان ديال التمرين اللي بغيتو. المهم بحال هادشي راه نتوما راه غديرو فيه اللي عجبكم، راه ماشي مشكل. هنا النص اللي غادي يكون قبل ما تبدا، النص اللي غادي يكون في يعني في الواجهه، الا ما كنتيش الا ما بغيتيش تخلي خليه خاوي ما كاين مشكل. هنا الاريثميتيك اوبيريشن سكويز راه ديال الابتدائي، لاينير ايكويشن سكويز ديال الثانوي والاعدادي. يعني هنا راه تيعطيك شي عمليه في يعني شي شويه معقدين ديال الثانوي والاعدادي. هنا اريثميتيك اوبيريشن سكويز غادي نديرو بعدا ديال الابتدائي. هنا تيطلب منا اشنو بغيت، واش الجمع ولا القسم ولا الطرح ولا الضرب ولا القسمه. نديرو مثلا الضرب، شحال من سؤال بغيت يكون في التمرين؟ 20. نديرو مثلا حنا 10، عندكم الاختيار. هنا الا بغينا نبدلو نترجمو هادشي بالعربيه اولا بالفرنسيه اللي عجبكم، سكور يعني هو يعني السكور اللي غادي تجيب النقطه النهائيه هو السكور، تايم الوقت، فينيش انتهى، هادشي كله تقدروا ديروه يعني ستارت ابدا. نبدلو مثلا هاد ابدا، هاد نديروها ابدا. اوكي اي حاجه بغيتي تبدلوها هنا بدلوها ما كاين مشكل. دونك نديرو سيف فوالا. ها هو التمرين ديالنا. يعني شتي باش التمرين ديال الرياضيات راه ساهل بزاف، ما كديرش بزاف، ما كدير والو، يعني غير كتريكلي كدير دي ريكلاج اللي هما بطاط وكتبدا. دونك 3 2 1 تبدا. اوكي ستيب 3، دونك ستيب 3 يعني 18 جواب صحيح. كيدوز السؤال الاخر، دونك ستيب 6 ما نديروش 36، نديرو شي حاجه خاطئه 42. دونك ها هو الجواب الصحيح، تيقول لك هذا هو الجواب الصحيح. صافي وكتبقى تسالي التمرين وتعطيك السكور ديالك وشحال الوقت فاش ساليتي، لان الوقت هنا راه كيحسب، يقول لك هالوقت. يعني الا بغيتي دير مثلا شي مسابقه للتلاند ولا شي حاجه راه بحال هكا. هنا راه مزيان دير هاد ديال الرياضيات. دونك سي بون، هذا فيما يخص التمارين ديال اش 5 بي، يعني لو كونتنت اللي عندنا راه هو هذا. دابا بقى لينا نمشيو غير للاستمارات، نمشيو للاستمارات ديال بالنسبه ديال الاكاديميه، راه باينه ديال الفيديوهات. يعني مثلا دابا الفيديوهات ملي غادي تساليو الفيديو، ملي غادي ديروا فيديو مثلا، خصيصوه للاكاديميه ديال درعه تفيلات. هذه هي الاستماره، راه ديجا واقيلا المديريه الاقليميه ديال زابوره راه ديجا بيبليات هاد العنوان هذا، يعني باش الفيديوهات ديالكم اللي غادي ديروا غادي يكونوا في الموقع ديال الاكاديميه، غادي يكون
غادي يكونوا في الموقع ديال الأكاديمية وغادي يكونوا في الموقع ديال الوزارة ديال تلميذتي. يعني شنو الهدف ديالنا دابا حنا؟ غادي نقادو الفيديوهات كما شفتوا البارح مع الورشة ديال البارح مع الأستاذ عبد الحفيظ، درتو غادي تعلموا كيفاش غادي ديروا فيديو بالنسبة للإخوان اللي باقي ما تيعرفوش يديروا الفيديو. دابا ملي غادي دير الفيديو تقدر تجي لاش 5 كي غادي دير التمرين، دير التمرين ديال داك الفيديو، غتعمر هاد الاستمارة هادي غتصيفطها للأكاديمية وغادي نعمروا الاستمارة الأخرى ديال تلميتيس. استمارة أخرى ديال تلميتيس كاينة هنا، ندخلوا ليها فوالا تلميتيس كوليك دي زيكزيرسيس، يعني هذه خاصة بالتمارين. يعني ملي تصيف الفيديو الأكاديمية قاد التمرين وصيفطو للوزارة، هذه راه غتمشي للوزارة. دونك ليكزيرسيس يكون عنده علاقة بداك الفيديو، لأن ملي كيمشيو هما تيدخلوا الفيديو ملي كتصيفط لهم ليكزيرسيس كيمشيو تيقلبوا على العنوان ديال ليكزيرسيس، لأن إلا جيتي تشوف هنا نهبطو. المهم راه المعلومات راه باينين، الاسم المؤسسة، رقم تأجير، البريد الإلكتروني، الهاتف، الأكاديمية، السلك، المستوى، المادة، الوحدة، الأسبوع، عنوان الدرس. هنا كنجيو رابط الفيديو على منصة تلميتيس، يعني انت كتمشي كتشوف الفيديو ديالك في تلميتيس كتهز الرابط ديالو كتحطو ليهم هنا، وهنا كدير هاد واحد الكود اللي غادي نشوفوه دابا، الكود اللي غادي دير ليهم هنا في سميتو ديال الاشطي ديال ليكزيرسيس اللي دير. غنشوفوه دابا هنا، وهنا غادي نشوف نديرو لو فيشي اش 5 بي، يعني داك التمرين غادي نتيليشارجيوه دابا باش يكون فيشي. ديك الساعه تقدروا ديروه في الدرايف اولا ديروه في الميديا فاير اولا كل واحد باش كيخدم، وتهزوا الليان ديالو وغادي تحطوه هنا، غادي تحطوه هنا، والملاحظات خليهم خاويين. دونك فين غنلقاو هذا لو كود وفين غادي نلقاو هذا الفيشي اش 5 بي؟ نرجعوا للاش 5 بي دابا، نرجعوا للاش 5 بي، نمشيو مثلا لي زونتونيم، ندخلوا للتمرين ديالنا، درنا التمرين ديالنا صافي سالينا. شنو كنديروا؟ كنجيو لهنا ندير لها الزوم شويه، دونك هنا شفتوا واحد سميتو روز واحد سميتو الامباد. ملي كنكليكيو على الامباد كتخرج لنا واحد الكود، هذا الكود هذا، هذا الكود هذا غنديرو ليه كوبي وغنديرو هنا كولي. هذا ديال لو كود كنديرو هنا كولي، فوالا هو الكود درنا ليه كولي هنا. كنجيو عاوتاني الاش 5 بي، هاد الروز هادي كنديرو ليها كنكليكيو عليها كنديرو داونلود از ان اش 5 بي فايل، يعني غيتيليشارجي لينا واحد لو فيشي واحد الملف كيقراه الاش 5 بي ديال الاش 5 بي داونلود. ها هو فوالا هو عطا لينا هنا، مشيو ليه لو فيشي فوالا هو هذا. دونك هو هذا لو فيشي ليكسبونسيون ديالو راه بوان اش 5 بي، هو ليكسبونسيون ديالو. دونك اش كنديرو هذا؟ كنديرو في الدرايف، الى يعني كما عمركم اللي كاين اللي ما تيخدمش في الدرايف، يعني اللي عنده جيمايل مثلا راه الدرايف راه عنده حتى هو، او لا ديال الوزاره داك وان درايف، وان درايف راه ديال الوزاره بحال الدرايف، حيت الدرايف ديال جوجل وان درايف راه ديال الوزاره، يعني عندنا الحق حنا نستعملوه وكيعطينا واحد المساحه اللي هي كبيره بزاف. دونك نجربوا الدرايف، نديروا الدرايف درايف بوان كوم، راه اللي عنده جيمايل راه كيدخل لي بالايميل ديال سميتو ديال الدرايف ديالو. نديروا اجوتي، واخا نديروا فايل، وكنمشيو تنقلبوا على هذاك لو فيشي تيليشارجمون. فوالا هو هذا لي زونتونيم اش 5 بي. اوكي نتسناو تيليشارجيه، فوالا هو ملي كيعطينا هاد الخضره هادي صافي راه تيليشارجا، كنكليكيو عليها وتيورينا تيقول لك ها هو. غنمشيو ليه دابا، فوالا هو عطا علينا هو هذا. شنو كنديرو دابا؟ كنديرو ليها جيت شيربل لينك هذا، وكنرجعو الاستمارة وكنديرو كولي، فوالا ها هو لو ليان صافي، وكنديرو سابميت. حنا صيفطنا التمرين ديالنا للوزارة. هنا الفيديو راه ما فيهش مشكل، الفيديو كتاخد لو ليان ديال القناة اولا لو ليان ديال الدرايف،
كدير العنوان ديال الدرس والرابط ديال القناه حتى هو كتصيف، كتولي كتصيفط الفيديو للاكاديميه وكتصيفط ليكزيرسيس للفيلميتيس، يعني باش يتدار في المنصه ديال الفيلميتيس اللي كلشي تيدخل ليها دابا المغرب كله تيدخل ليها. دونك هذا كل ما في المداخله ديال اليوم، وانا مازال معكم يعني الا كان شي تساؤل.